الا قلت لك ها انا لالا غادي اعلن انسحابي من اليوتيوب، غير بقاي لي على خاطرك وبقاي نعسي عجم بالراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا والف مرحبا احلى واطيب واجمل متتبعين ومتتبعات قناه سحر الطبيعه. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم البنات حبيت نطلع لكم من الصباح، قلت غادي نقضي شغالي علاش ما نطلش على حبابي ويطلعوا عليا. لهذا اللي درته في هذا الفيديو قبلوا عليه، غادي نشارك معكم شغلي عادي ديال اي مراه مغربيه كتنوض الصباح كتقضيه، غادي نشارك معكم على طبيعته. غير ما تنساوش اختكم بنتكم، الله يكاتكم، الله يجازيكم بكل خير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه وتقبلوا على الفيديو ديال اليوم. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. انا اختكم كيف ما كنقول لكم دائما كنوض الصباح بكري، واول حاجه كنصدق منها هو الدجاج، كنلقاه واقف ليا في الباب خاصو ياكل. ايوا كنعطيه ياكل، ومن بعد ما يعني كنسالي الاشغال اللي على برا كندخل، واول حاجه البنات كنبدا بها هي غسيل البوطه. ما نقدرش نرد الغداء ولا شي حاجه على البوطه وهي موسخه. قولوا لي واش حتى نتوما في حالي الا حطيت مثلا الكوكوط ولا شي حاجه على البوطه موسخه كيجيب لي الله كلشي موسخ، حتى هذاك الشيء اللي كندير راه موسخ. ما نقدرش، خاصني نشوف البوطه كتشعل وكتلمع عاد نقدر نحط فوق منها الماكله، وحتى سبحان الله كنرتاح ملي كتحطي ماكلتك طيبي على بوطه نقيه كترتاحي وكتبقى يبان لك سبحان الله ريحه النقه ما كاينش بحالها، كتبقى تبان لك كلشي راه كيشعل. شوفوا دابا واش هذا هي اللي كانت قبيله كتولي تتلمع، يعني كانت شي حاجه اللي زوينه اللي خطينا نقه وصافي. صافي من بعد ما حكيتها بداك البرودوي ديال مستر بي كيرضها وما كتشعل، صافي مسحتها بحال هكا وغادي نبدا شغالي ان شاء الله. ها انتم شوفوا لحداك كنمسح ونعاود وتنقول ما مسحتش والله البنات الا الشقي الا عرفتوا تنظموه وعرفتوا تولوه ويكون شوفوا يكون شغلكم نقي. راه كاين اللي كدير الشغل اه، ولكن شغلها كما كنقولوا حنا بالمصطلح ديالنا مخموج، داك الشغل البنات ديال الا شفتيه تحقق نفسك وتنوضي تعاوديه مورا ما تيقنعكش ما تيبردلكش القلب. صافي البنات سمعت مساليت البوطه، انا حتى هنايا تبارك الله مشيت نعجن. هنا كنت ديجا عجنت وخليته كيطوع، هنا بديت كنقرص. صافي بديت كنقرص هكا، وكيف ما كنقول لكم دائما كنقرص بالنخاله. وهنا ما يفوتنيش واحد الحاجه، غادي نستغل الفرصه وغادي نجاوب واحد الاخت اللي قالت لي في التعاليق، قالت لي انا راه مزوجه وعندي ولادي وباقي عندي المشكل ديال تقرص الخبز، ما كنعرفش نقرص الخبز. اذا الحل الوحيد اللي غادي نقول لك هو جربي انك تقرصي بالدلاك، راه كيجي زوين ما تخافيش منه. دابا هانتي اختي غادي نعطيك غير بعض النصائح خفاف. ملي تكوني كتقرصي الخبز خلي حولي هاد يديك، دابا هكا الكف ديال يديك كامله خليها تكون مستويه، تقرصي الخبز ويديك بلا، يعني ما تبقيش تضغطي بهاد البلاصه هادي. الا ضغطتي بهاد البلاصه وانت كتقرصي تتبركي بزاف راه الخبز ديالك الوجه ديالو غيجي محفر، هكا غيخرج لك الخبز عوج وما كيجيكش داك الخبزه نيشان مقاده. هادشي اللي نقدر نقول لك اختي، وعينك ميزانك واش تتبغي الخبز غليظ واش كتبغي الخبز رقيق، راه تقريصه في اليد. المهم جرب بدلك ورجع لي الخبر شوف واش يسلكك الامر ولا لا. صافي من بعد هنايا ما شاء الله غادي هنا قرص الخبز غطيته غادي نخليه يخمر ونمشي. في هذا الوقت اللي نستغل الوقت اللي يخمر فيه الخبز غادي نخرج برا. هنا البنات جيتكم برا، ها انتم شوفوا القطيطه فين جالسه هاد المشاغبه فين ما فين ما لقات كتجلس واخده راحتها الدار دارها. المهم شوفوا النادر ديال المعلق اللي محطوط ليا هنايا غادي نغسلو ان شاء الله. الشميشه خرجات الصباح، كان صباح الحاج مغيم خرجتني الشميشه، غادي نجيب البانيو والتيو ديال البير غادي نجلس هنايا وغادي ندوي معكم في واحد الموضوع. الموضوع البنات وما فيه هو انه بغيت بعدا نعرف واحد الحاجه اللي دائما ضراني في راسي وما كنلقاش ليها جواب. الا نتوما عارفين جاوبوني في التعاليق وقولوا لي الجواب الصحيح. علاش كاينين بعض الفئه من الناس اللي سبحان الله كتلدد في انها اولا كتمتع في انها ضر الناس ضر الطرف الاخر بالكلام الجارح اولا الكلام اللي ممكن يضره؟ علاش؟ واش هذوك الفئه ديال الناس كتكون عندهم نفسيه مريضه اولا عندهم عقد في حياتهم اولا النظره ديالهم للحياه كحله زحله اولا اولا اولا؟ والله ما عرفت، اللي عرف يجاوبني. جاني واحد التعليق من عند واحد المتتبعه، وكاين انا ما كنظنهاش متتبعه لانك كانت متتبعه ديالي غادي تعرف الطبع ديالي وغادي تكون عارفاني مزيان. ماشي متتبعه، هذه كتبت لي قالت لي علاش دائما كتبقاي تضحكي في الفيديوهات نقصي شويه من الضحك. جاوبتها انا قلت ليها انا وعد اعوذ بالله من قول كلمه انا انسانه اللي
نشيطة مبتهجة، أحب الحياة، كنشوف الحياة بواحد النظرة اللي زوينة، الحمد لله والشكر لله، ما عندي عقد في حياتي، واخد الأمور كما كنقولوا بداك المصطلح الشعبي ديالنا الحر، طالقة هتسرح. علاش غادي نعبس حياتي ولا نعقد حياتي ومولاها ربي؟ الحياة راها نعيشوها باللي قسم الله، اللي جات عندنا اللي جاتنا في الحياة نتقبلوها نعيشوها ببساطة، لأن في الآخر كاينة موتة وحدة غادي نديوها كاملين. علاش غادي نعصب راسي ونمرض راسي ونبقى يعني بزاف ديال الأمور وهي الحياة سهلة وبسيطة؟ إلا كان عندك واحد القناعة عطيها لك ربي، مقتنعة براسك ومقتنعة بالحياة اللي قسم لك الله ومقتنعة بالرزق اللي مقسم لك الله وقنوعة بدك الشي اللي عندك، كوني على يقين غادي تعيشي مرتاحة. أنا كنقولها لكم عن تجربة، غتعيشي مرتاحة. هنا بغيت نسول هاد الأخت وغنقول ليها، بغيت غير نسولك، علاش عزيز عليكم العباسه كما كنقولوا عباسه وتولى، علاش عزيز عليكم الانسان العابوس؟ دابا كنت انا كنطلع في التعال في الفيديوهات وتنبكي ونشكي ونتخنن عليكم ونقول لكم عافاكم عاونوني ديروا لي عطيوني صيفطوا لي رختكم ما عندهاش وهذه، ونبقى نبكي ونبكي ونعاود وكنا نخرج بالمصائب الكحله ونشكي. شنو عجبك الحال ديك الساعه؟ علاش نتوما كتقلبوا على الحزن، كتقلبوا على علاش دابا ملي كنخرجوا الانسان بارك عليه غير داك الشيء اللي فيه، بارك الانسان الله يحسن العوان مدابز غا مع هاد غلاء الاسعار، مدابز غا مع تفكيره غا مع القوت اليومي لوليداتو. علاش غنزيدكم حتى انا بالبكا والشكا ونخرج ونقول هادي وهادي وهادي والراجل دار لي وفعل لي وترك لي وهادي دارت لي وهادي سبتني وهادي وما عنديش وديروا لي وفعلوا لي؟ علاش نتوما ناقصين؟ خليونا شويه، خليونا ايجابيين شي شويه. انا كنعطيكم الطاقه الله يستر، انا كنعطيكم الطاقه الايجابيه وانتم كتبغيوني نعطيكم الطاقه السلبيه. انا ما كنهضرش على المتسبعين ديالي، كنهضر على هاد الفئه اللي كيخرجوا ليا بهاد التعاليق. كوني على يقين ان التعليق ديالك ما هزش فيا ولو شعره، لان الاميمات ديالي والمتتبعات ديالي الوفيات كيقولوا لي ما تبقيش تقراي هاد التعليق ولا تعبريهم. انا والله حتى كنقراهم وكنشاركهم معاكم غير باش تعرفوا واحد النوعيه من الناس اللي عايشين معنا كيفاش دايرين، باش تعرفوا بعض العقليه ديال الناس كيفاش كاينين. راه كاينين هاد الناس اللي كيفكروا بهاد العقليه، اما انا ما تهزي فيا حتى شي شعره نهائيا. راه التعليق باش تعرفي انا طبعي انني كما كنقولوا ضحوكيه، راه حتى التعليق اللي كيكون سلبي كنقرا وتنبقى نضحك. راه انا هكا حتى في الايام العاديه ديالي تنضحك، انا ضحوكيه وماشي شي وحده اللي معقده، كنضحك معكم في اطار الاحترام. قولوا لي واش عمري شي نهار ضحكت في شي حاجه خارج الاحترام؟ لا، كنضحكوا في المسائل العاديه في حدود الفيديو، في حدود الحياه اليوميه ديالي هكا عادي. وخصوصا تبارك الله ما شاء الله على المتتبعات اللي تبارك الله الناس اللي ربي عطاهم العقل وكيعرفوا يهضروا، عطاهم ربي لسان حلو، كيقولوا لي في التعاليق الله يخليك ديما ضاحكه، وانا كنقول لهم اللهم امين يا سيدي يا ربي. اذا شوفوا سبحان الله الناس كيفاش كتهضر، كيقولوا لي راه ديما سبحان الله كتدخلي علينا بالطاقه الايجابيه. قالت لي واحد الاخت، قالت لي راه انت ملي كتبقاي تضحكي حتى انا كنلقى راسي كنضحك. وشوفوا شكون اللي كره، شكون اللي كره، شكون اللي كره يضحك؟ ها انا دابا 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 ملي كنكون سبب انني كنضحك شي اخت، الله يعمل ما يكون طالع ليها الدم او لا ما عندها شي مشكل شي حاجه، وملي كندخل انا بديك الفرحه وبديك الضحك وبديك الابتهاج بدك كضحك، اذا هذا راه اجر خديته من عند الله ولله الحمد. انا هكذا بغيتو وشنو قالت لي عاوتاني اخر؟ قالت لي انا جاوبتها قلت لي اختك هادشي اللي عطى الله، وانا يا علاش عزيز عليكم الانسان يخرج يبقى يبكي ويشكي ويدير لي ويشكي هكا ويعبسكم وهادي؟ قالت لي الا ما قلت لها انا هادشي اللي عطى الله، انا هكا. قالت لي الا ما قدرتيش تحكمي في راسك نساهمي باليوتيوب وشوف ولا هضره واش اليوتيوب ديالي ولا ديالك ولا ديال غيرك؟ اليوتيوب راه العالم كامل اللي بغاه راه كيدخل ليه، ما عجبتكش اولا دخلتي وقيتيني كنضحك خرجي يا لالا كيما دخلتي خرجي بسكاتك، ما عجبكش الحال ما تدخليش عندي. خلي الناس اللي باغا كيما كنقولوا اللي باغا تبتهج واللي باغا تضحك شويه وتنسى الهم تجي عند اختها وتضحك معايا، ياك كنضحكوا المهم هو نكونوا كنضحكوا في شي حاجه ديال الاحترام ماشي في قله الاحترام، ياك ولا لا؟ اذا ودخلي عند اختك وضحكي مع راسك، اما اللي ما بغانيش
ما تخرج ما تدخلش عندي. كما دخلتي خرجي بالسوكات. انا شخصيا كندخل لشي فيديو وحق الله هالبنات وقسما بالله وهاد العواشر الا ما عجبنيش وما عمري عقرت انا شي واحد في شي تعليق بشي كلام خايب، ما نقدرش ما نديش ذنوبه وعلى الاقل ما نديش دعوه خايبه تدعي فيا. راه تقرا شي تعليق وتقول لي غسير الله يلقيها لك ولا سير الله يفعل لك ولا يعطيك شي مصيبه ولا هذه ولا هذه. انا ديت دعوه علاش فمي دار هذه وانا ما عجبنيش المحتوى نخرج بالسوكات. عجبني رانا تنتفرج ما عجبنيش انا خرجت وما نعقر حد وما نضر حد. دابا انا كنظن الا قلت لك هانا لالا غادي اعلن انسحابي من اليوتيوب غير بقاي ليا على خاطرك وبقاي نعسي على جنب بالراحه اكيد وقيلا غادي تفرحي ياك. ونهار اللي غادي نفكر انني نسحب او نخرج من اليوتيوب ما غاديش نستناك انت تقوليها ليا. غادي نخرج انا بقناعه بتفكير عميق غنخرج. بغيت نبقى غنبقى، بغيت نخرج غنخرج. هذه القناه قناتي واليوتيوب ديال الجميع. ما غاديش تفرضي عليا انت اختي المحترمه انني نخرج من اليوتيوب. المهم ما بغيتش نطول عليكم في الكلام بزاف. المهم قلت لكم هذا التعليق غير ما بين قوسين وحبيت يعني ننبه اللي كيقولوا هذا الكلام هذا. وعلى الله وعسى شي اخت اللي كتكتب تعاليق سلبيه اللي حادقه غير في التعاليق السلبيه تراجع نفسها وما تبقاش دير هذا الفعل هذا على قولة الله اكبر. وهنا يا البنات كيف ما كتشوفوا انا ساليت المعينات ديالي غسلتهم خليتهم هكا في الطويبله قدام الشميشه كيتسقطروا من بعد غندخلهم على خاطري. الخبز ها هو خمر غادي نمشي بديت كنخبز هكا. باقي لي شي حاجه في الفران. ها هو الخبز ديالي تبارك الله. ومن بعد غادي ندوز هكا نخد شويه ديال اللبينه غادي نخرج الزبيده واللبينه. وعاد من بعد كتشوفوا بانني ما غاديش نرد معكم الغداء لانني معفيه من الغداء. غادي نمشي نتغدى عند مرت لوسيا هي ساكنه غير حدايا. غادي نمشي لهذا انا ما كنبغيش نمشي شي بلاصه. ونصيحه لكم فين ما تبغيو تمشيو شي بلاصه حتى تساليو الشغل ديالكم ديال الدار. هنا غسلت معناتي عجنت خبيز باش ملي رجع في العشيه نلقى خبيز للعشاء وصافي. وغنمشي نجلس تما عندها نجلس في خاطري نضحك حتى تبان لي درس العقل في خاطر العديان عرفتوني انا من كندق اكيد. يلا البنات كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وخفيف ظريف عليكم. سمحوا لي لا طولت عليكم والمسامحه المسامحه. كنتمنى انكم ما تنساونيش من لايكاتكم ونكون خفيفة ظريفة عليكم وعلى قلوبكم. وسمحوا لي الا كنت شي نهار قلت شي كلمة ماشي هي هذيك او خرج مني شي تصرف ماشي هو هذاك المسامحه. ومع الف الف سلامه.